صامدين وصابرين باش ما كنقضيو، ولكن في هذا المنتزه هذا لا يمكن. الرباط دابا غنجي ندير لك واحد المنتزه هنا، الا كنتي رباطي غتبغي ما غتبغيش، لان ما غتبقاش الارض ملك ديالك، غتبقى الملك ديال الدوله. الدوله ما عندناش فيها الحق، الا بغاو الدوله بصح دير لنا المصالح ديال البلاد، بني المدارس. هذا المنتزه ما بغيناهش، رافضينه من الاول من الاساس، لان الاملاك ديالك ما غتبقاش ديالك. غادي تطلب الاذن باش تدوز فيها، غادي تطلب الاذن باش تبني. هذاك المنتزه غيدي الاملاك ديالنا، الاراضي خلاوها لنا جدودنا من الاف السنين، الاف السنين ماشي المئات، الاف السنين، وهرتينها جد عن جد وما فرطوش فيها. غادي يشردهم فعلا، غادي يشردهم. الانسان الا شد شي عطله فين غادي يمشي مسكين؟ الا مشى تما خلينا نهضروا على الناس اللي متقاعدين، فين غادي يمشيو الا شدوا التقاعد وما عندهمش حتى حاجه؟ كيمشيو للبلاد وغادي يستغلوا ديك الارض، غادي يزرعوها واخا غير ديك شويه كيقضيو بها وما حاجه. وتنتمناو من عند الله سبحانه وتعالى تنقلوا الصوره كما هي، تنقلوا المشاكل اللي حاولت وزاره الملاحه باش تلوحها للساكنه ديال سوس، تهجير الارض ديالهم، يعني بغاو يهجروا الناس من الارض ديالهم، بغاو يزولوا واحد العدد الوف الهكتارات باش يديروا منها المحميات والمنتزهات، ويجيبوا لنا ما عرفتش غادي يجيبوا لنا الحلال في عنا، كل شيء عندنا، اش مازال بغاو يجيبوا هاد الناس هاد المحميات وهاد المنتزهات؟ اذا باش يهجرونا من الارض ديالنا ويعطيوها للشركات اخرين يسيروها، وحنا نتاحوا الغابه، نوليو حنا الوحوش ديال الغابه. اذا الله يجزيكم بخير، نقلوا الصوت ديال الساكنه اللي حاضرين هنا على انه حنا ما قابلين هاد المنتزهات، هاد المنتزهات اللي غادي ياخذوا بها الالاف ديال الكتارات ديال السواسه، حنا ما قابليناش. تنطلبوا من المسؤولين يتراجعوا، وزير الملاحه، رئيس الحكومه يتراجعوا، يلغيوا هذا القرار اللي خرجوا اللي غادي يسالي نهار 19 غشت. اذا 19 غشت غادي يسالي هذا القرار، غادي يبداو في التنفيذ. اذا تنوجهوا النداء رئيس الحكومه، وزير الملاحه، جميع المسؤولين، يلغيوا هذا القرار، لان الظلم في حق الساكنه ديال سوس ظلم كبير في حق الساكنه ديال سوس. ثلاثه العمالات اللي هما غادي يتضروا من هاد المنتزهات اللي خروا، ثلاثه العمالات ماشي غير عماله واحده، ألوف ديال الجماعات، كان بعض الجماعات في المنطقة ديال الجبل اللي كلها غادي تسيج، كلها غادي يسيجوها، ما يخليو لك حتى فين تنفس. إذا هذا الشيء خطير أو سادة. الأراضي ديالنا غادي يستوليو عليها، ما بقى يخليو لك حتى متر فين تنفس. ما كان لا تعويض ولا محزنون، ما كان لا تعويض ولا حتى شي حاجة، غير حتى على الأقل ضعف الإيمان يتشاوروا معنا، يتشاوروا مع الجماعات، يتشاوروا مع الجمعيات. نزلوا هذا الشيء بحال الباراشيت، تفاجئنا بهذا الشيء، حتى شفناه في الجرده الرسميه. اذا هذا غلط فادح اتخذته الحكومه واتخذته وزاره الملاحه حق السويسة. عادل دسكو، عضو الجبهه الموحده ضد قرار انشاء المنتزه الطبيعي بالاطلس الصغير. الحضور ديالنا اليوم هنا للاحتجاج ضد هذا القرار اللي صدرت وزاره الفلاحه. حنا عارفين ان هذا القرار ربما حسب المعلومات ديالنا انه كان صدر في 2010، جاء التطبيق ديالو اليوم دخل الجريده الرسميه، ولكن السؤال المطروح مع من تشاوروا هاد الناس، مع من جلسوا، مع من نسقوا، على اعتبار اننا حنا ابناء سوس عندنا
املاك خاصه، ما عندناش اغادي جموع، ما عندناش اغادي السلاليين. احنا عارفين ان هاد الناس اللي كتبوا هاد البنود صراحه كي نتاسف انه الطريقه باش تكتب انه كيف يعقل انه تشد واحد الاملاك الخاصه ديال السكان وتبني عليها مشاريع والساكنه في دار فلول. الغريب في الامر ان حتى المنتخبون والمستشارين والاعضاء ديال هذه المناطق حتى هما كيستنكروا وما جابوش اخبار لهاد القرارات اللي خرجت على وزاره الفلاحه. اذا الحضور ديالنا هنا كابناء سوس من اجل اننا نستنكروا هذا القرار المجحف للغرض ديالو بالدرجه الاولى هو تهجير السكان الاصليين اللي هما ابناء هذه المناطق ديال الاطلس الصغير. السلام عليكم، متكعلي عضو الكتل التنفيذي ديال النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين. هاد الوقفه هاد الناس هادو اللي كتشوفوا كلهم كيف جاد على هاد الشعارات اللي في هاد اللافتات هادو، حنا كنستنكروا هاد الشيء باش جايه لوزاره الفلاحه ولا مياه والغابات باش تحتل الاراضي ديالنا. يعني واحد المنتزه اللي كي فيه 111,000 هكتار اللي بغات تديه لوزاره الفلاحه، وهاد الاراضي حنا جينا اليوم نعبروا للراي العام والمسؤولين بان هذيك الاراضي راه ديال مواليها، راه ديال الخواص، راه ماشي غابه. هاد الشيء علاش جاو هاد الناس هادو، هاد الشيء اللي كتشوف دابا غير تمثيليه ديال الجمعيات، هادو غير تمثيليات. حنا راه كنستعدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم لواحد الوقفه المليونيه، باقي ما قررناش فين غادي نديروها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنشكركم انتم كوسائل الاعلام على الغياب ديال الاعلام الرسمي. انا كنحتجوا في هذه المناسبه لان ما كاينش الاعلام الرسمي نهائيا، وهذا الشيء راه كيضرنا. وحنا بجينا نعبروا اليوم بان هذه الاراضي راه ديال مواليها، راه ديال الخواص، راه ماشي غابه. كتشوف الدوله بان ما هي غابه راه ماشي غابه. هذه الاراضي راه ما نسمحوش فيها وما يسمحوش فيها اولادنا، هذه راه جدودنا ورثناها للاجداد. ولهذا هذا الشيء علاش جاو هاد الناس هادو يديروا هاد الوقفه، هذه بدايه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا مقبلين على وقفات اخرين نضاليه. وشكرا. زول رشيد ايت مبارك، عضو هيئه شباب سامسنا الامازيغي وعضو في الجبهه الموحده. اليوم جينا قدام البرلمان اليوم نديروا وقفه كنقولوا لا ثم لا لسياسه التهجير ديال الناس ديال سوس. اليوم جينا درنا هاد الوقفه هذه ضد انشاء منتزه طبيعي باطلس الصغير الغربي. اذا هذا المنتزه هذا هو بالمناسبه غير سياسه تهجير فقط، لان السواسه، لان الناس السواسه تعرضوا لمجموعه من السياسات التهجيريه كالرعي الجائر، الخنزير البري، تحديد الملك الغابوي. اليوم جات سياسه اخرى جديده كتمارسها الدوله من اجل تهجير السوسيين من اراضيهم. حنا كنقولوا لا ثم لا، والرفضنا التام لهذه السياسات هادو. حنا في الارض ديالنا وما يمكنش لنا اننا نهاجروا. تنمرت. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.